أسرع النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الجيش وغطى رأسه بالليل وكأنه يغطيه من الشمس، ورغم عطش الجيش لم يتوقف عند بئر ليتزود بالماء، بل وأمر كل من أخذ منه بسكب الماء وعدم الشرب منه، وأمر بالأكل الذي عجن بماء البئر بإطعامه للإبل. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وبياكم. اليوم بدنا نكمل تجهيزات غزوة تبوك، آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف المنافقين عملوا على تثبيط المسلمين عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالبداية لا تنسى دعمنا لأن هذا بيفيدنا في الخوارزميات. بعد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم خبر تجهيز الروم لغزو المدينة المنورة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى القبائل للخروج لملاقاة الروم في عقر دارها، والمنافقون أخذوا يخططون لتثبيط المسلمين عن الجهاد بتقسيم أنفسهم إلى ثلاثة أقسام: قسم يبقى بالمدينة المنورة للتثبيط، والقسم الثاني يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم وينسحبون في وسط الطريق ويرجعون إلى المدينة، والقسم الثالث يكمل المسير ليعرفوا نتائج المعركة مع الروم ليقرروا مع من يكونوا، لأنهم سيكونون مع الأقوى ومع المنتصر في هذه المعركة، سواء مع المسلمين أم مع الروم. وبالمقابل أخذ المسلمون بالتبرع للجهاد وتجهيز الجيش على رأسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وأبو بكر الصديق الذي أنفق كل ماله لتجهيز الجيش، وعمر أيضا أنفق نصف ماله، وتم تجهيز الجيش للانطلاق نحو الشام. وكان على رأس المنافقين الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلول، وكان الجو حار جدا، ولما تعمق الجيش بالطريق والحر يشتد وأخرج الجيش أقير بالماء وشربوا من شدة الحر، أخذ المنافقون بالانسحاب وعلى رأسهم عبد الله بن سلول، ولكن كان انسحابهم بشكل فردي، وحاولوا تخذيل الجيش للرجوع، وكلما انسحب أحد من المنافقين قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لو كان فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك أراحكم الله منه. فأخذ المنافقون بالانسحاب منافق بعد منافق، وبعدها اثنين، ولكن الصحابة كانوا ثابتين، فهم الذين تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. وفجأة فقد الصحابة أحد الصحابة من الجيش، فتفاجأ الصحابة بفقدانه، وهل انسحب من الجيش كالمنافقين؟ وكان هذا الصحابي وأبو ذر الغفاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، لو كان فيه خيرا فسيلحقه الله بكم، وإن يكن غير ذلك أراحكم الله منه. وأكمل الجيش مسيرته بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما وصل الجيش إلى مرتفع نظر وراءهم وإلا برجل وحيد يلحق بالجيش، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال: كن أبا ذر. فتوجه إليه قسم من فرسان الجيش باتجاه هذا الرجل، وإذ به أبو ذر الغفاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبو ذر، يمشي وحيدا ويموت وحيدا ويبعث وحيدا. وأكمل الجيش المسير ومعهم أبو ذر، ومر على سير الجيش أيام وأسابيع، وبدأت المؤونة تنفذ شيئا فشيئا، وبدأ العطش يسري بين الجيش، وبدأوا بتقسيم أكل الجندي الواحد إلى خمسة أيام. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم سير الجيش بالليل ويستريح الصباح، فيخفف عن المسلمين ومن شدة حر الشمس. وفي ليلة من الليالي سار النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة لم يشهدها المسلمون من قبل، فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم من سرعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي يغطي رأسه بالليل مثلما كان يغطيه بالنهار من حر الشمس، وإلا ببئر يقع تحت نظر جيش المسلمين. ففرح الجيش لأن البئر كان بمثابة الفرج لهم. ولكن المفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في طريقه ولم يتوقف عند البئر، ف
فأخذ المسلمين من ماء البئر ولحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه لما لم يتوقف عند البئر، فأمرهم النبي بسكب الماء وإلقاء العجين للإبل، وجمع الجيش وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بهم وأخبرهم أن هذه المنطقة هي ديار قوم ثمود، وأمرهم ألا يدخلوا إلى هذه المنطقة إلا باكين متسارعين لئلا يصيبهم ما أصاب قوم ثمود. فعلم الصحابة رضي الله عنهم سبب سرعة النبي صلى الله عليه وسلم ورفضه أخذ المياه من البئر وسبب تغطية رأسه، وأكمل الجيش المسيرة نحو فلسطين.